في هذا الفيديو راح نحكي عن إجراءات التدريب العملي لطلاب كلية الهندسة خلال الفصل الصيفي الحالي 2019-2020. الخطوة الأولى المفروض الطالب يعملها هو أنه ينزل ويعبي طلب التدريب من موقع مكتب التدريب الإلكتروني من خلال موقع الجامعة الأردنية، واللينك هي موجود. لما نفتحه افتح هذه الصفحة اللي هي Files and Links، في عنا أول 2 forms هما لتريننج ريكوست باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية حسب الشركة اللي أنت بدك تقدم عليها. فلو بدك تنزل لتريننج ريكوست اللي في اللغة العربية تعمله داونلود، بيفتح معك الفورم زي ما احنا شايفين. هو الفورم ENGTR01A، هون بتكتب اسم الشركة اللي بدك تقدم لها. نفترض مثلا بدك تقدم لشركة الكهرباء الوطنية، بعدين بتعبي هنا اسمك وبتحط رقمك الجامعي، وبتحط قسمك، وفي الخانة هذه بتحط الفترة. فنبدأ دائما احنا بالفترة اللي هي من 28/6 ل 28/8، هيك بتكون انت حققت الثمان اسابيع. طبعا ممكن تبدأ قبل 28 او بعد 28، لكن لازم انك تخلص الثمان اسابيع قبل نهاية الفصل الصيفي. وانا بتحكي انت كم ساعة خلصت. نفترض انك خلصت مثلا 160 من اصل 164 ساعة مثلا. وهذا الفورم للتسهيل هو جاهز موقع ومختوم، فكل اللي عليك تعمله هو انك تعمل سيف للفورم وبصير جاهز. هذا الفورم يا اما انك بتطبعه على ورق وبتاخده معك على الشركة، او ممكن تودي لهم اياه من خلال الايميل حسب هم شو بدهم. طبعا اللي بالانجليزي الفورم الانجليزي نفس الاشي بتنزله لو كانت الشركة طالبة بالانجليزي او كانت خارج الاردن. هون بتدخل اسم الشركة، دخل اسمك بالانجليزي، دخل اسم الديبارتمنت، الفترة برضو لازم تكون 8 اسابيع اذا جوا الاردن او 6 اسابيع اذا خارج الاردن، وعدد الساعات المقطوعة من عدد الساعات الكلية، ونفس الاشي هو جاهز موقع ومختوم. طيب نرجع للاجراءات. هلا الاجراء الثاني هو انك تسلم هذا الطلب للشركة او المؤسسة المانحة للتدريب للحصول على موافقة التدريب. موافقة التدريب هو عبارة عن كتاب موافقة رسمي من الشركة بتتضمن المعلومات التالية: الاسم للطالب، نص الموافقة على التدريب، تاريخ بداية التدريب ومدته، يكون الكتاب واضح فيه برنامج التدريب، طبيعة العمل، نوع التدريب الذي يوكل للطالب المتدرب، وتحديد تفاصيل المهام المطلوبة في حال كان التدريب عن بعد. زي ما احنا عارفين هذا الفصل استثنائيا، يعني راح يكون التدريب عن بعد مقبول، فبالتالي إذا كان عن بعد لازم كتاب الموافقة يوضح إنه شو هي المهام اللي راح يقوم فيها الطالب. على الأغلب راح تكون مثلا برمجة، ممكن تكون تصميم من خلال الكمبيوتر، لكن بده يكون متناسق المهام مع مبدأ التدريب عن بعد. أما إذا التدريب هو بالشركة نفسها ففي هذه الحالة بيكون زي الفصول السابقة. على كل طالب تسليم موافقة التدريب إلى رئيس قسمه لاعتماد هذه الموافقة. هلا سيقوم رئيس القسم المعني باعتماد العرض الذي أحضره الطالب بناء على نوعية الجهة المانحة للتدريب ونوع العمل الذي سيوكل للطالب أثناء تدريبه وفترة التدريب الممنوحة. الجديد هنا أنه يمكن أخذ موافقة رئيس القسم إلكترونيا، يعني ما في داعي أنك تيجي على الجامعة، ممكن تتراسل معه إلكترونيا وتورجيه الموافقة على التدريب وتأخذ موافقته على تدريبك. فلا يشترط التوقيع الورقي، يكتفى بالتوقيع الإلكتروني. ممكن يوقع لك الورقة إلكترونيا أو من خلال الإيميل الرسمي. مجرد أنه يحكي لك بالإيميل أنه أنا موافق على التدريب من إيميل الرسمي، هذه لحالها تقدر تحتفظ فيها وهي تعتبر موافقة رسمية. الخطوة الأخيرة بعد ما يوافق لك رئيس القسم، بعد ما تكون سجلت مادة التدريب العملي ودفعت الرسوم الفصلية، بدك تفوت على هذا الفورم الإلكتروني وتعبي البيانات التالية: اسمك، رقمك الجامعي، رقم موبايلك، إيميلك، اسم الشركة أو المؤسسة التي تم قبولك للتدرب بها،
تاريخ بداية التدريب حسب كتاب الموافقة، تاريخ نهاية التدريب حسب كتاب الموافقة، وبدك تحمل كتاب التدريب فيه موافقة الشركة وموافقة رئيس القسم، تعمل له أبلود. إذا كان إيميل تعمل برضه برنت للإيميل، بتعمل أبلود وبتحمل الوصل المالي للفصل الصيفي وبتعمل سبميت وبتقدر تبدأ تدريبك، وبعد 8 أسابيع ترجع إلكترونيا مشان تسلم التقارير. راح نخصصلها فيديو آخر إن شاء الله، وبتمنى لكم التوفيق.